السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم قناة حياتنا مع بوسي وليلي. جايلكم النهاردة بكيكة حلوة قوي وسهلة وبسيطة، وهتفرق معاكي كتير. ولو انتي بتعملي الكيكة العادية مش هتعمليها، وهتعملي الكيكة دي بس اسمها كيكة البسبوسة. طبعا كتير مننا عارفها، مقدرها سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. اول حاجة طبعا معايا هنا كوباية كبيرة دقيق، بس انا نخلاه يعني منخول كويس جدا، ومعايا كوباية سميد بسبوسة وكوباية سكر. طبعا السكر ده على حسب انت رغبتك، يعني لو عايزة تكتري اكتر من كده تمام. طبعا يستحسن سكر ابيض، بس ما عنديش سكر ابيض عشان السكر الابيض بيدوب بسرعة، مش بيسيب فيها يعني بواقي سكر. كوباية عصير برتقال، لو مفيش برتقان ممكن كوباية لبن، وبتبشري قشر برتقانة يعني بشر بسيط كده. في عندي هنا 3 معالق جوز الهند وتلات بيضات، لو البيضة عندك كبير خدي 2 بيضة بس، ورشة فانيليا ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وهاخد من الخل ده سنة المعلقة كده بس خل. ممكن تجيبي نص كوباية زيت، انا ما بحبش استعمل الزيت فيها، فهاخد معلقتين كبار زبدة او سمنة المتوفر عندك. انا عندي سمنة بلدي بجربها وبلاقيها طعمها حلو او فيها. يلا نبدأ. هبدأ اول حاجة ان انا احط كل المكونات الجافة. انا عندي هنا كوباية الدقيق، كوباية كبيرة، لو الكوباية اللي هي معيار كوباية الشاي بتحطي كوباية ونص دقيق وبتنخلي كويس. بحط هنا كوباية السميد والبيكنج باودر، ده تقريبا كيس بيكنج باودر. هنا كمان رشة الفانيليا، بحط جوز الهند. هو مفروض بيتحط كوباية جوز هند، بس يعني اغلب الناس مش من محبي جوز الهند، فانا حاطة دول 3 معالق. وقلب بقى المكونات الجافة دي كلها كده مع بعض. هبدأ بقى اخلط كمان المكونات السايلة في بولة كده لوحدها. اول حاجة طبعا هنزل بالبيض، لو البيض عندك زي ما قلتلكوا في اول الفيديو، لو البيض كبير بتاخدي 2 بس. لو الكاميرا هي معرفش، هي الكاميرا مكبرة الحجم شوية، بس هما ده البيض ده مش كبير. وانزل عليه كده بالسكر، وابدأ ان انا اخلطه كويس قوي، امزج البيض كده بالسكر. قدر الامكان خلطت السكر بالبيض. ابدا ان انا احط هنا معلقه خل، معلقه الشاي كده سن يعني مش كلها كمان. في ناس ما بتحطش خل، بس الخل حقيقي بيدي كثافه للكيكه كده، وبتطلع معايا بصراحه مظبوطه، ما خيبنيش ولا مره. انزل بقى بالزبده او السمنه اللي عندك، لو ما عندكيش دي ودي حطي نص كوبايه زيت، اغلب الناس بتعملها بزيت، بس حقيقي السمنه بتدي معايا ريحه حلوه قوي، والطعم كمان بيبقى طعم حلو جدا. هبدا ان انا اخلط بقى السمنه كده فيهم، هي السمنه بدرجه حراره المطبخ. البرتقال بقى ابدا ان انا انزل بيه كده، عندي هلا الدقيق بقى والسمين، ابدا ان انا انزل عليه بالمكونات السائله اللي عندي، مش مرة واحدة، حبة بحبة كده. هبدأ
تكسريش عليه مره واحده، شويه بشويه لحد ما المكونات تمتزج خالص. عندي هنا بتجيبي اي قارب عندك من اللي بتعملي فيه الكيكه، هم عايزين القارب ده الشكل ده كده. هبدا ان انا دهناه دهنه بسيطه كده زبده او سمنه، هو جاي كده ما بيلزقش، بس ما بيلزقش يعني، بس عشان لما اجي احط الكيكه يعني في صينيه انزلها في صينيه ايه تبقى سهله وهي ايه، فبنزلها معايا. يلا بينا ننزل بقى الخليط. كده خلاص حطيت الخليط عندي في الصينيه بتاعه الفرن دي. هبدا بقى ان انت بتبقي قبلها مسخنه الفرن على درجه حراره 150 على حسب نوع الفرن بتاعك. انا دايما بستعمل فرن كهربا في الحاجات بتاعتي يعني في البيت، ف هدخلها الفرن، مش هتاخد حاجه في الفرن، تقريبا ما يكملش 10 دقائق وهتبقى جاهزه ان شاء الله معاكي. هدخلها الفرن واوريها لكم. كده خلاص الكيكه خرجت من الفرن، لسه يدوب لسه خارجه من الفرن. طبعا انا بعمل لها التست ده بالخله دي كده، عملتها كده طلعت زي الفل اهي. حاول بقى اقلبها على الصينيه دي عشان اعرف ايه اقطعها معاكم. شفتوا بقى الجمال، جميله وهشه خالص اهي، اسفنجيه تحفه. يلا بقى نعمل لها كده تست بسيط كده نقطعها معاكم. يلا هقطعها كده معاكم، هقطع كده معاكم كده. طبعا يستحسن تسيبها لما تبرد. جميلة خالص شايفين. زي ما انتم شايفين قطعتها معاكم اهي، جميله وهشه وسكرها خفيف. عايزه تزودي السكر ممكن بدل الكوبايه اللي انا عملتها بتزودي اكتر شويه، بس بجد حلوه قوي مع شاي بقى في الفطار، حاجه خفيفه كده وطعمها حلو. جربوها حلوه قوي. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا فيها على طول وتسيبوا لنا كومنت حلو على ذوقكم. وشكرا لكل واحد بجد بيقف معانا حتى بالكلمة الطيبة، شكرا قوي، وربنا يجازيك كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.